وضح كم يساوي 109% من خلال التضليل. ولنبدأ مع مراجعة سريعة. إذا أردت أن أكتب 109%، إذن ستكون حرفيا تعادل 109%، أي ما يعادل 109 من 100. وسأقوم بكتابة 100 أخرى. 100 تعني 100، وما نريده بشكل حرفي ما يعني 109%. إذا كان لدينا 100%، فبهذه الحالة نحن نتعامل مع واحد صحيح، لكن الآن لدينا أكثر، لدينا 109. يمكننا كتابة هذا كنسبة أو ككسر، إنه نفس الشيء ك 109/100. الآن دعونا نضلل هذا. إذن لدينا شكل كامل هنا، ما يعني أننا يمكن أن نعتبره واحد صحيح أو شكل صحيح. في العرض الأخير استخدمنا أسلوب العد، هذه 10 مربعات، والمربع هذا مقسم إلى 100 جزء متساوي. فإذا كنا نريد 109 من 100، فما معنى هذا؟ هذا يعني أننا سنقوم بتضليل شكل كامل 100 مربع، واسمحوا لي أن أفعل هذا بلون مختلف. الآن سأقوم بتضليل كل الشكل، سأقوم بتضليله. هكذا يصبح لدينا 100% بالضبط، أي 100/100، أو 100%، أو 100% النسبة المئوية بمعنى آخر. وأعتقد أنك تعرف جميع هذه المترادفات، ولا أريدكم أن تحفظوا هذا. هذا يعني 100 من 100 أو الكل، وكذلك تستطيع أن ترى هذا، هذه 100 من 100 هنا، لكن المطلوب هو تضليل 109%. ونحن بالفعل قمنا بتضليل 100 من 100، الآن يبقى لدينا 9. إذن سنقوم بتضليل 9 أخرى. إذن الآن لدينا 1 2 3 4 5 6 7 8 9. إذن هذا الجزء هنا، حسنا هذا، هذه 9% من المربع ككل، هذه 100% من الشكل، هذا الشكل كله بالإضافة إلى المساحة الزرقاء، هذا معناه 109 بالنسبة المئوية من المربع الكامل. أتمنى أنكم استفدتم من الدرس.